ولو أنه تم الإصغاء إلى المستشارين 8 الذين تصرفوا في إطار القانون، طعنوا في المقرر الذي انقلب على التصويت والذي أراد أن يمرر الشركة، طلبوا يعني طعنوا في هذا القرار أمام السلطات المحلية لعام الإقليم. والمفروض أن هذا الطعن كان يجب أن يوجه أيضا عن طريق يعني بعد رفض العامل الأخذ به نحو المحكمة الإدارية. إذن الحراك يتم في إطار القانون، في إطار احترام الحريات، في إطار حرية وعلى رأسها حرية التظاهر السلمي غير المعيق للحركة السير، يطالب بحقوقه، يطالب بالإبقاء على المكتسبات في إطار القانون. كما أن الحراك ينبه الدولة المغربية إلى الاختلالات الكائنة في القانون 1921 المنظم لتفويت التدبير الماء إلى الشركات. وأعطي مثال ربما سنفصل في القاعة، وأعطي مثالا بسيطا وهو أنه هذا القانون 1921 يقول مثلا على أنه هذه الشركة ليست مجبرة، لا يقول أنها ليست مجبرة، يقول على أن الشركة يعني تفتح تمثيليات أو مكاتب لها يعني في مركز كل إقليم. حينما نأتي إلى إقليم فيجيك، مركز العمالة أو العمالة توجد تبعد عن 100 كيلومتر عن مدينة فيجيك، وبالتالي هل يطلب اليوم من المواطن في مدينة فيجيك أن ينتقل من أجل يعني الاشتراك في عداد الماء أن ينتقل 100 كيلومتر نحو يعني مقر المركز الإقليم حتى يحصل على الاشتراك؟ أو لنفرض وقع عطب في الماء من أجل إصلاح العطب، هل سينتقل المواطن في فيجيك 100 كيلومتر لمقر مركز العمالة للشكاية؟ أو هل سينتقل إذا تم هناك تجاوز في الفاتورات، هل سينتقل 100 كيلومتر؟ هذا إذا كان هناك مكتب للشركة في مركز العمالة الذي هو بعرفة. أما إذا كان مقر الشركة الجهوية في مدينة وجدة، فعلى المواطن أن ينتقل 400 كيلومتر. إذن نحن نضرب حتى المكتسبات، الخدمات القرب التي يتمتع بها المواطن اليوم. إذن هذه يعني بعض الإشكالات. هناك إشكالات تتعلق بالميزانية، لأن ميزانية المجلس الجماعي لمدينة فيجيك تتراوح مداخله من عائدات الماء ما بين 250 مليون سنتيم إلى حوالي 350-400 مليون. وبالتالي اليوم حينما ستفوت إلى الشركة، من أين سيتم تعويض هذه المداخيل بالنسبة لجماعة فقيرة مهمشة تصنفها المندوبية السامية للتخطيط من بين المناطق الحمراء في الهشاشة والفقر؟ إذن بالإضافة طبعا إلى أن القانون 1921 أيضا يلزم الجماعة بضمان توازن المالي للشركة، وهذا أيضا سيشكل عبئا ماليا إضافيا على هذه الجماعات. إذن هناك اختلالات قانونية في هذا القانون يجب أو الحراك اليوم ينبه إليها المشرع، وينبه إليها أيضا سلطة الوصاية وزارة الداخلية، وينبه إلى الحقوق والمكتسبات لهذه الساكنة، وهي لا تطالب بشيء مستحيل وإنما تطالب بالإبقاء على الوضع الكائن. الساكنة اليوم لا تطالب بوضع جديد وإنما تطالب بالإبقاء على الوضع الكائن، أن يكون توزيع الماء خدمة عمومية يتكفل بها المجلس الجماعي. Cap Radio.